عم يا ابو قاسم الفرن عم يحترق. عم يا ابو قاسم يا لطيف يا ابو بشير الفرن عم يحترق. يا ابو بشير يا عمر يا لطيف يا شو عم تحكي انت؟ خرب بيتي يا شباب، خرب بيتي. طول بالك بشي. يا حبيبي الله بيتعوض بيتعوض بشي. صلي على النبي يا ابو حسن. طول بالك سهر؟ نحن معك، صلي على النبي. الله بيتعوض، الله بيتعوض. شو هالمصيبة هي؟ لك شو حلتها يا رجال؟ مو بس مصيبة بشير هي. هي مصيبة الحارة. فرن الحارة هاد يا جماعة. هي في وراها ملعوب كبير. أنا قلت لك نمشي دوريات وأنت ما رضيت يا أبو حاتي. الله يهديك ويصلحها. شفت شو صار؟ شرفوا على المضافة لنحل المشكلة. تفضلوا تفضلوا. شو يعني خلصت الحريقة؟ وهذا السطر اللي نروح فيه؟